أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين God.
وأنجينا موسى ومن معه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر now.
واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما الذي هو يطعمني ويسقين الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا خطيئتي
يوم الدين. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا Bye.
ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله وكذا سلمان الاسلام اجنب رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ ابراهيم عبد المرد الشعله القارئ والمقيم بقريه كفر السنفسه التابعه بمركز ومدينه منو وكذا معكم وتوفيق من عند الله الهندسه الصوتيه والاناره الكهربائيه والمعرض الفني فراش الحديث الكبرى لصاحبها تتوكل على الله إدارة الحاج فتح القارح وأولاده المقيم بمركز ومدينة منو.